الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، طوبى للمحتفل وللمحتفل به، وأخلص تحية وعرفان وشكر وامتنان لكل من حضر وحاضر وحضر. وفي الأخير وختاما لهذا اللقاء المبارك، نرفع أيدي الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى واهب المنن أن يقينا وإياكم شر الفتن وغشاوة المحن والإحن، وأن يحفظ جمعكم، وأن يكرم وفدكم، وأن ينير دربكم، وأن يبوئنا وإياكم منزل السعداء وموطن الصلحاء ومقام الشهداء، وأن يبارك لشيخنا الحاج المختار في حياته وفي أولاده وذويه، وأن يمنحه نعمة ضافية وصحة تصحبها بركة وافية، وأن يسعد هذه الجموع وهذه القيادات وهؤلاء المسؤولين وكل من حضر، وأن يصلح الرعاة والرعية، وأن يحفظ هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين من كل برية، وأن يمنح الجميع الأمن والأمان والسلامة والسلام والاستقرار، وأن يبارك في الوطن وحماته ومكتسباته وقاداته، وأن يرحم شهداءنا الأبرار ومشايخنا الأخيار، وأن يغفر لمن سبقنا بالإيمان، وأن يسقينا وإياكم غيث رحمة بغير محنة الذي تحمد عاقبته، وأن يؤيد رئيسنا المجاهد الكبير، وأن يجعل الخير على يديه وعلى سائر القادة والمسؤولين، وأن يحفظ الأمة جميعا، وأن يجعل هذه الزاوية عامرة بالدين وبالعلم والقرآن واليقين، وأن يجازي العرش والمساهمين والمحسنين خير الجزاء على حسن الاستقبال وكمال الوجادة والوفاء والإفضال، إنه سبحانه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. تحيا الجزائر خالدة حرة مستقلة محفوظة، يحيى الشهداء الأبرار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.